بالنسبة هنا لي يعني غريب صراحة لنا تعرف كل الزين يعني مو خارج بلدي وأتمنى إنه أرجع لبلدي لأن تعرف الوضع اللي صار بينا وهنا يعني تعرف شوية صعبة صراحة لنا وهذا اليوم يعني إحنا يعني صراحة يعني ولادتي كانت بالعراق وبغداد يعني وما متعلم هنا أنا صراحة أنا صار لي كم شهر جاي هنا وأتمنى يعني أرجع للعراق يعني هذا الشيء اللي أتمنى ما أتمنى غير شيء. نحن 20 ما حدا سأل فينا يعني اجوا 32 ضيعه مش قليله راحوا هيك بيوم وليله وما حدا سأل فيهم. نتمنى انه الكل اللي عم بسمع يعني واللي بده يشوف انه يراعي ظروف الاشوريين شوي يطلعوا فيهم يسألوا عنهم شوي بس. دير بالك دير بالك.